السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم انتظم من قناة جيمنج اونلاين. اخباركم شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. في الفيديو ده هقول لكم كل الاخبار اللي نزلت عن الموبايل في المقابلة اللي حصلت امبارح. طيب الشباب، كمان زي ما وعدتكم امبارح في الفيديو بتاع امبارح، قلت لكم هنزلكم الجزء الثاني من بخصوص جهاز الكمبيوتر. الفيديو هينزل النهاردة بالليل عشان ما قدرتش امبارح استعرض كل الاخبار بتاعت الكمبيوتر والبلاي ستيشن في فيديو واحد عشان كانت الاخبار كبيرة جدا، وفيديو امبارح كان بيجي كبير، فهستعرض لكم النهاردة باقي المقابلة في فيديو النهاردة هنزله بالليل. هقول لكم ايه اخبار الموبايل حاليا، ولكن ما تنسوش تشتركوا في القناة الاحتياطية، هسيب لكم الرابط في الوصف. اول سؤال، صاحب المقابلة قال له: لقد قلت ان دعم وحدة التحكم المحمولة كان ايضا مع وضع الرياضة الالكترونية في الاعتبار، اذا كان الامر كذلك فهل سيتغير نظام اصدار التطبيق بشكل كبير؟ يعني هل سيتغير نظام الموبايل بشكل كبير؟ كيمورا قال له: بدلا من التغيير سيكون مساويا لوحدات تحكم ألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر المنزلية، المحتويات متشابهة تقريبا، والفرق الوحيد هو إذا ما كنت تلعب على وحدة تحكم الألعاب أو الكمبيوتر الشخصي أو على الهاتف المحمول. يعني بيقول هنا إنه جهاز الموبايل، إصدار نسخة الموبايل هيكون متشابها لنسخة الكونسول والكمبيوتر، والفرق فقط، الفرق يقصد هنا انه جرافيك، هيكون في فرق في الجرافيك اذا كنت بتلعب سواء على الكمبيوتر او الكونسول. هو ده فقط الفرق بين الاصدار الهاتف المحمول والكمبيوتر، ولكن جميع المستويات هتكون متشابهة ما بين الكونسول والهاتف المحمول. كمان في سؤال مهم جدا انا شايفه بالنسبة من وجهة نظري مهم جدا، صاحب المقالة بيسأل بيقول له: بعض مشغلات الأجهزة المحمولة أفضل في اللعب باللمس، لذلك يبدو أن هناك أشخاص يرغبون في اللعب هنا حتى لو كان ذلك غير مناسب. يعني بيقول له أنه تحكم الموبايل نفسه، في ناس كتير بتحب تحكم الموبايل، زرار التحكم الموبايل اللي هو بيكون تاتش الشاشة بتاعة الموبايل، في ناس بتحب تلعب بالطريقة دي غير دراع التحكم. فبيقول له: هل ده ممكن؟ كومورا بيقول له: أفكر في إدارة اللمس وإدارة التحكم، أتصور إنهما سيكونان القسمين الرئيسيين. يعني كومورا بيقول له إنه دول في الطريق وبيفكر فيهم، ممكن يكون في طريقة إنك تلعب. طبعا زي ما أنا قلت لكم في الفيديوهات السابقة، لو أنت مشبكتش دراع التحكم في الموبايل في الحالة دي مش هتقدر تلعب ضد جهاز البلايستيشن 5 أو ضد الكمبيوتر، لازم تشبك الدراعين، لازم تشبك الدراع بالموبايل عشان تقدر تواجه الخصوم دول. لو ما شبكتهمش اللعبة هتوجهك تلقائيا لشخص ضد زيك موبايل، وكمان هيكون مش مركب زرار التحكم او يد التحكم، لانك لو انت لعبت ضد شخص بيد التحكم طبيعي جدا انه هيغلبك، لانه هو هيكون متحكم اكتر، فبالتالي مش هيكون في عدالة في اللعب. فعشان كده هنا صاحب المقالة بيسأل بيقول له: هل ممكن انه يكون في خيار نلعب باللمس ضد يعني اصحاب الكمبيوتر؟ هنا كاميرا بيقول له: افكر في هذا الشيء، وممكن يكون موجودين، يعني ممكن ينزل ويبقى فيه، ممكن يعني ممكن انه يكون في اتاحة انه يخليك تلعب باللمس ضد الكمبيوتر او لا. هنا ما ادلوش اجابة رسمية. وكمان في سؤال تاني بيقول له: هل فكرت في استخدام منصة مشتركة منذ البداية؟ كامورا قال له: نعم، في الوقت الحالي نجري مسابقات للرياضات الإلكترونية، لكن ليس لدينا خيار سوى إجراء مسابقات لكل طراز، يعني لكل جهاز معين سواء بلاي ستيشن 5 جيل جديد أو جيل حالي أو الكمبيوتر. بيقول له: مثل مسابقات البلاي ستيشن 4 ومسابقات الهاتف المحمول، لذلك سيكون هناك أكثر من فائز واحد. واللي فهمته من السؤال ده إنه هيكون في مسابقات خاصة للهاتف المحمول. وكمان في سؤال تاني، هو قلت لكم امبارح في الفيديو بتاع امبارح انه الماستر ليج هيكون موجود على الهاتف المحمول، وانه تصميم اللعبة هيتغير عشان يناسب الماستر ليج ويبقى مناسب للعبة الجوال. طيب يا شباب، هو ده كان كل حاجة تخص لعبة الموبايل اللي اتقالت في المقابلة بتاعت امبارح، كل حاجة كل الكلام المهم قلت لكم دلوقتي. ودلوقتي وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم، واتمنى تشتركوا في القناة الاحتياطية اللي هسيبها لكم الرابط بتاعه اسفل الوصف. وعايز اقولكم استنوا بالليل هنزل جزء تاني من المقابلة اللي كانت امبارح بخصوص جهاز الكمبيوتر او الكونسول، في اخبار تانية جديدة مقدرتش استعرضها في الفيديو بتاع امبارح لان وقت الفيديو كان طويل جدا، هستعرض لكم النهاردة بالليل. وسلام.